من أهم الأدمغة المغربية تعرف على هوية الفتاة التي رافقت والدة أشرف حكيمي بالعمرة. انتشرت على نطاق واسع صورة لأم أشرف حكيمي مع السيدتين في مدينة مكة المكرمة، ليتساءل متابعو النجم المغربية عن هوية الفتاة بالصورة الأخيرة التي تأتي زمنا مع انفصال أشرف حكيمي مع زوجته السابقة هبة عبوكة. واتضح من خلال البحث عن اسم الفتاة بالصورة أنها تحمل اسم سارة بلاري، وهي من أحد الفاعلين التنفيذيين بشركة جوجل الأمريكية، كما تحمل صفة ابنة خالة لاعب أشرف حكيمي. وتعد سارة من أحد أهم الأسماء المغربية الشابة بوادي السيليكون لما تمتلكه من خبرة تقنية ومعرفية كبيرة ومسار مهني جد مشرفة، إذ سبق وإن اشتغلت في العديد من المؤسسات الدولية رافعة المستوى في مجال التخطيط الإداري والاستراتيجية. وانتشرت الصورة بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي فتحت العنان لتساؤلات حول ما إذ كانت زوجته الجديدة بعدما أعلن بشكل رسمي عن انفصاله هو وهبة عبوكة تونسية أصلا. نشكركم على حسن المتابعة.